ما استطعت أن تنفع من حولك افعل، وابدأ بالدائرة القريبة، يعني انفع أمك، انفع أباك، انفع أختك، انفع أخاك. لازم إذا سألنا عنك أمك وأبوك يقولوا الله يرضى عليه، والله منستفئد له، والله يعني يسبب لنا الخير. لازم أخوك وأختك، لازم زوجتك وأولادك، لازم نسأل إذا سألنا عنك. أما بالمسجد منيح بس بالبيت مالك منيح، سامحني أنت حقيقة مو منيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم.